بنرحب بروان سعيد نجمة الفريق منتخب مصر للشابات لكرة اليد ولاعيبة النادي الأهلي أيضا، واللي طبعا حصلنا على الميدالية الفضية واللي تأهلنا بيها إلى كأس العالم إن شاء الله في شهر 6 القادم. أهلا بيك يا روان. أهلا بحضرتك، منورنا في قناة النادي الأهلي. منور حضرتك، مبروك على التأهل. الله يبارك في حضرتك. إيه كنا رايحين عارفين كده؟ كنا متأكدين إن شاء الله هننجح ولا إن شاء الله؟ إحنا كنا حلمنا في أول طبعا، بس يعني الحمد لله كده الله مش أفعل. بس خلي بالك انتوا كان عندكم زي ما قلنا رحمه صابت، وكمان ظروف اللعب كانت صعبه. كان عندنا كذا واحده كمان مصابه، بس جت على نفسها عشان خاطر الفرقه. ممكن يعني نص الفرقه كان عندها مشاكل، بس كله يعني احنا كنا داخلين بروحنا هنجيب الماتش. حاسس ان نقدر نكسب ان شاء الله. ومع ذلك خسرنا من انجولا فرق هدف، يعني كنا ما فيش مشكله خالص. يعني ما تضايقيش نفسك، انا حاسه انك متضايقه خالص. يعني ان شاء الله بتقدروا في القادم تقدروا تحققوا يا رب ان شاء الله. يعني انت حاسه انك كنت عايزه اول، ده شعور كويس، بس احنا مبسوطين بيكم وفرحانين بيكم جدا جدا. طيب قولي لي، يعني يمكن انتوا قبل البطوله سافرتوا بكام يوم؟ بيومين، يوم الوصول ويوم تاني. يعني وصلتوا يوم، خدتوا يوم، بعد كده لعبتوا. طيب قبل البطوله على طول كان الاعداد ايه؟ يعني هل رحتوا معسكر؟ رحنا معسكر في بولندا، لعبنا فرق هناك، كانت بطوله كويسه للاستعداد لافريقيا. كم ماتش لعبتوه؟ كان أربعة. كان في بولندا. ده كان قبل البطوله على طول. بالظبط، يعني رجعنا كام يوم بعديها طلعنا على افريقيا على طول. طب المستويات الاوروبيه فرصه بقى اللي انت قلتي لي على معسكر بولندا ده؟ اكيد. احنا فين؟ لا هو احنا بالنسبه لاوروبا قريبين، مش بعيد خالص. كسبنا كل الماتشات، كان اخر ماتش كان تقيل جدا، كنا برضو خسرين في الاول وبعديها كملنا ووصلنا وكسبنا الماتش. لا انا شايفه ان احنا قريبين، مش بعيد خالص. يعني منتخبات مين اللي كانوا موجوده، ولا كنتوا بتلعبوا فرق ولا انديه؟ انديه. لعلمك في اوقات كتيره الانديه بتبقى اقوى من المنتخبات، خاصه ان هم فرق درجه اولى. انتوا شباب،